أخبار اليوم. اهلا بك يا جلالة الملك. الملك سلمان ملك السعودية، اول زيارة ليه لمصر ان شاء الله هتكون بكرة، حضرتك تقول له ايه؟ شرفتنا ونورتنا، ده بلده بالتانية يعني. نقول له مرحبا بيك، ده وطنه الاولاني، ده مش وطنه التاني. نورت مصر وبلدك التانية، وشرفتنا بلدك التانية، ونشيلك فوق راسنا من فوق. ده راجل محترم، وعائلة عبد العزيز السعود كلها راجل، ناس محترمين. قولوا أهلا وسهلا بيك، أنت حد من بلد بنعزاه جدا، وبينها وبين مصر علاقات حلوة قوي، ونتمنى علاقات تبقى أحسن، ونتمنى أن الشعب المصري يظهر بصورة تليق بمكانة مصر. كل ما السعودية ومصر موجودين فدايما في استمرار وتعاون دايما على طول، ده ما لحد ما تقوم الساعة. أنا عارف من أول عبد العزيز ابن عبد الرحمن السعود مؤسس المملكة العربية السعودية، واحنا الأيام دي بنحتفل بمرور 90 سنة على العلاقات السعودية المصرية. واحدة إن شاء الله، ونتمنى العلاقات تستمر كويسة يعني. أتمنى مزيد من العلاقات إن شاء الله، وأتمنى بإذن الله يكون في تعاون أكتر بين مصر والسعودية، لأن اتنين بلد واحد. نقول له اهلا وسهلا بيك في بلدك الثاني مصر، وانك شرفت بلدنا، ونتمنى دايما الزيارات تكون مستمره، ويكون في تعاون مشترك ما بيننا وما بين السعوديه، مش السعوديه بس، كافه الدول العربيه من المحيط الى الخليج. زياره حلوه يعني، وطبعا يعني السعوديه لها افضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على مصر، وهي اللي واقفه جنب مصر في محنتها، وزي وبردك زي الامارات بردك والكويت، ونتمنى الدول العربية يعني تيجي تزور مصر، يعني عايزين نقول لهم مصر بأمان. نتوقع إن شاء الله الاستثمارات تزيد بتاعت السعودية في مصر، ولم توقع يكون في اتفاقيات حلوة قوي، يكون في بروتوكولات، يكون في يعني حاجات ثنائية كده تخدم البلد، تخدم الشباب، تخدم الناس، تخدم البلد كلها في البلدين يعني، مصر والسعودية إن شاء الله. زي ما ربنا قال للأنبياء ادخلوا مصر إن شاء الله أمينين، عشان ننشط بردك السياحة، وأقول له يا رب يكون زيارة موفقة بإذن الله تعالى. ربنا يجعل فيه البركة، وربنا يجعله قدم خير على مصر إن شاء الله، وبرضك بزيارته إن شاء الله. بكرة إن شاء الله هتبقى في مقابلة، والرئيس السيسي الراجل المحترم الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي سيستقبل أهل السعودية المعظم جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين، سيستقبله فور هبوطه من المطار. وخلي بالك حضرتك، نحن نشكر ملوك السعودية، وهقولهم يمكن مش هقولهم بترتيب، ويمكن انسى واحد: عبد العزيز السعود، الملك خالد، الملك عبد الله، ودلوقتي الملك سلمان، والملك فهد، والملك فيصل. انا اسف لو كنت نسيت حد من الملوك. تحية لملوك السعودية عبر الازمان، تحية للسعوديين. وهنا شوف الراجل المحترم، شوف الراجل المحترم، شوف الراجل المحترم. تحية مصر، وتحية سعودية، تحية مصر، وتحية سعودية.